بسم الله الرحمن الرحيم. هذا محاضرتكم تسلمت هذه الامور هنا. احييكم في هذه المرحله وهي مباراه المحترفين في نسخته الاولى. هذا في نعم في ركله الزاويه يلعب العرضيه ونرى وين لو كان خطر هذه حاضره لكن اقرب الى ضربه نعم بلا شك الإدارة هنا في فاينالات وهنا مين اللاعب محمد زياد يلعب الكرة في مكان خطيرة الله 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 على الكرة الواضية يا عالي يا عالي يا عالي من الرقم 20 أتى ومن وين طلعني من الرواد يا دقيقة هنا الباك اليميني محمد زياد يلعب على طريقة ما يكون المرة خطير والمكر حاضر ولكن هنا الدفاع الرقم 4 خليفة الشمسي يخلص الكرة بيوا كان نعم فريق القلعة بلا شك راقي في المباراة الأمس الاتحاد مو في يوم عرضية لدى الأسواق لكن هنا تتخلص نعم هنا نعم نعم انظر لتفاهم والتحركات الأسياد أيضا يلتفت الفريقين نريد سرعة نريد إثارة أسواقه رقم 9 وهنا فارس الويلي دائما الحاضر الموجود هذا التسويب هذا خلاص الكرة الماضية والخطير والجمهور تخلص عرضية خطيرة لكن اقرب الى او خطأ لمصلحة فريق السيادة فارس الويلي وهنا هل تكون رؤوس الافراد حاضرة الويلي عرضية ذكية تسويب يا روعة يا اخبراني يا المباراة يا اخي مباراة وشايف مين محمد التخلال في ينافس ضربة الزاوية عرضية موجودة يوسع راسية حاضرة بابا الاخطر الاخطر يا عبد الله يا دوسري اسس في عام 2008 يا جماعة بابا اسس يعني ما ولكن حكم المباراة الاستاذ عايض البيشي الاستاذ الذي قاد المباراة لبر الامان في شوط المباراة الاول نعم اذكركم الساده المشاهدين الكرام الافاضل انتهى الشوط المباراة